انا اعيش بمجتمع شرقي عشائري قبلي. المرأة اكو بعض البيئات مثل ما اقول لك اذا طلعت بالباب غسلتها تأشر عليها. نعم. هنا يجي علي شنو راح يقيس قاعدة بياناته؟ عذرا انا دا افسر انا لا مع الرجل ولا مع المرأة، انا مع استمرار العلاقة الزوجية، ولكن احنا امام واقع نتمنى. لا هو احسنت، احنا الواقع عن جاي يصير. انا اقول هنا راح تصير هذا اسقاطات البيئة ممكن تأثر على القانون. استاذ هو هسه احنا رجعنا الما للنقطة للباحث الاجتماعي. هنا دور الباحث الاجتماعي، طبعا هو الباحث الاجتماعي معذور لانه يعني مع احترامي اول شيء اكون هواي مو مختص بالمحكمة، تروح محكمة يعني محكمة ثقيلة تلقى اثنين باحثين واربعين حالة، اربعين حالة يعني لا كل واحد يقول له شو اسمك وش اسمك، انتهى الوقت ماكو. وين التقصير؟ ها التقصير بمن؟ بالبحث وزارة الاجتماعي. وزارة العدل مثلا ما موفرة باحث. لا لا وزارة العدل عفوا ما لها علاقة بقدر ما مجلس القضاء. لا لا هذا تقصير انت تأشره؟ التقصير بالبحث الاجتماعي يفترض انه شنو؟ يعني حتى ما ادعوهم، ادعو الزوج والزوجة اثنيناتهم اشوف وين الخلل، انا شخص مواطن خلل افعل دور الباحث الاجتماعي. استاذ احنا عندنا حالات طلاق صامته، يعني هاي يمكن المشاهدين يعني ما يعرفوها. انت حالات الطلاق الطبيعيه اللي هي 19000 خلال 3 اشهر، خلي ببالك انه الشهر مالتنا 22 يوم مو 30 يوم. خلي ببالك انه القاضي يشكل مشكل مرافعه يشكلها من 9 ل 1 الظهر، يعني 5 ساعات فقط تقريبا، يعني نسب طلاق عالية. الطلاق الصامت اللي هو شنو؟ هو هذا اقول لك الطلاق الصامت مثل ما قلت حضرتك، احنا ناس شرقيين تروح الزوجه تقيم دعوة تفريق للضرر، هي الدعوة مالتها مرفوضة 100% لأنه ما عندها أسباب. يعني إحنا يعني هسه واحد من زملائنا يمكن يسمعني صارت الاعتراض تزوجتها طالبة تفريق للضرر، ليش؟ لأنه والله زوجي ما ياكل الخبز ويخليني آكل الخبز عمود أصير سمينة. ترى هواي أكو مواضيع هي الدعوة مرفوضة، ولكن وين قاعدة البنية؟ الزوجة قاعدة عند أهلها. فهذا الطلاق الصامت ترى موجود كلش هواي. أها إي نعم، هي عند أهلها؟ عند أهلها وتاخذ نفقة ويعني على حسب الاصول. طيب وتبقى يعتبر يعني هم هسه على قولت المصطلح مال الاجانب يسموهم منفصلين غير مطلقين. زين